كورس دكتور محمد مجدي انت عملاق والمعلومات اقزام. ايه عناويننا في الامنيوتك فلويد امبوليزم؟ انا عندي 5 عناوين. ايه اللي بيحصل في هذا الفيتال ديزيز الباثوجينيس بتاعي؟ ازاي نشخصه؟ الدياجنوزس، البروجنوزس بتاعه، نفرقه عن غيره من الاسباب اللي تؤدي الى نفس الدياجنوزس او نفس كلينيكال بيكشر ازاي، واخر حاجه نعالجه ازاي. قبل ما ادخل معاك في الخمسه تايتل الكبار دول، تبقى عارف احنا واقفين فين وانا بتعامل مع حاله البريجننت بيشن اللي جالها بيربارتم كاردك ارست او حتى قبل الارست. يا سيدي انا كده بكلمك على اناسيزيا كونسيدريشن ريجاردنج الموربيديتي اللي اسمها امنيوتك فلويد امبوليزم، يعني الحاله انت جريت عليها انت والكود بلو تيم ايا كان مكانها، بدات تعمل ستيشن، بدات ترجعها خلال 5 دقائق ما رجعتش، قررت ان انت تاخدها وتجري بيها على اوضه العمليات انت وكل التيم عشان تولدها في التو والحال. الكلام ده اكتر لو احنا معديين الاسبوع 20، لان بقى فيه جرافيد يوترس انت بتعمل كده عشان المذر اولا ثم عشان الفيتس، والكلام ده شرحناه بالتفصيل. حلو جدا. فانت دلوقتي هتنيم واحده ست عندها موربيديتي، مصيبه كبيره اسمها امنيوتك فلويد امبوليزم، فلازم يكون عارف تفاصيل هذه موربيديتي اللي احنا حطيناها بشكل شيك وعنوان حلو جميل الاناسيزيا كونسيدريشن ريجاردنج، مش البيشن بقى طيب ولا العمليه، انا ريجاردنج الموربيديتي بتاعتها جايه لك بمصيبه اسمها امنيوتك فلويد امبوليزم انت عرفت انه موجود معاك حضرتك. عشان نتعرف عليه قلت لك هتعرف عليه من خلال هذه العناوين الخمسه. هبدا باول عنوان معاك اللي هو الباثوجينيسيس، ماذا يحدث. القصه بكل سهوله اول سلايد ديت اللي مكتوب عليها رقم 1 بتقول لك اللقطه قبل الاخيره من الفيلم، ان انت عندك الامنيوتك فلويد اللي هو السائل اللي حوالين الفيتس ده لسبب ما دخل في مكان مش مكانه. المفروض ان انت عندك ساك بتحوط هذا الجنين وفيها سائل معين عشان خاطر يمتص الصدمات وله وظائف كتير مش شغلتنا، وبيخرج كمان الويست برودكت من هذا البيبي كمان في هذا السائل. المهم السائل ده مش مسموح له تماما ان يدخل على الماتيرنال سيركيليشن، وهذا هو ما حدث في هذا السيناريو السيء، فيتال سيناريو. بدا الامنيوتك في الاود يدخل معانا يا سيدي في الماتيرنال سيركيليشن، ادى الى امبوليزم، بالمونري امبوليزم. هارت طبعا هيبقى متضرر جدا، ابطو ان احنا ندخل في هارت فيلير، ام اي، كاردك الريسك، سي في اس كولابس، وكذلك اللونج اللي هو مسرح الاحداث الاول اللي حصل فيها برمونال امبوليز هتتضرر جدا، وابطو ان احنا ندخل في اي ار دي اس، ريسبيراتري فيلير، ريسبيراتري اريست. الكلام ده ممكن يحصل مع اي واحده عندها امنيوتك فلويد، يعني اي واحده بريجننت صح؟ هو رير جدا اه، لكن بيزيد الانسيدنس في هذه المجموعه من الناس، اولد ايج والتروما والابورشن ولور سيجمنت سيزيرين سكشن والانستريومنتال ديليفري. الجسم دلوقتي لقى سائل غريب عنه المفروض ما بقاش موجود هنا، فالقاعده بتقول ان اي حاجه غريبه عندنا احنا ما نحبهاش، مش احنا نحب بعضنا، لا احنا بقى هنكره بعضنا وهنكسر بعضنا. هيحصل سلسله من الرياكشن العنيفه جدا هيدفع ثمنها المذر. طيب هتقول لي طب ما تبدا القصه من الاول، فندخل على الصوره رقم 2 اهيت، وهنا يجي سؤال بديهي جدا، بما ان هذه الامنيوتك فلويد اللي هو مفروض في الساك الاصفر ده مفروض يبقى فقط حوالين البيبي في الساك بتاعته ولا يختلط تماما، نيفر ايفر ميكس ويز ماتيرنال سيركيليشن، لكن ما حدث هو عكس ذلك. الباثولوجي يبدا بان حصل ميكسنج اوف الامنيوتك فلويد بالماتيرنال سيركيليشن، فيجي سؤال منطقي جدا، وير يعني اين اماكن هذا الميكسنج؟ من اين اتى هذا الامنيوتك فلويد؟ من اين بدات قصه الاي اف اي؟ فاكرين في احداث الكورونا قالوا بدات الموضوع من اول ان واحد كل شوربه خفاش وهو الكلام ده كله؟ فاحنا عايزين نعرف البدايه بتاع المصيبه اللي اسمها امنيوتك فلويد امبوليزم كانت فين؟ ملهاش الا تفسير واحد، فيزل ما من الام بلاد فيزل حصل فيه ابنورمال كونكشن بالامنيوتك فلويد فدخلت هذه الفيتال ديبريس والامنيوتك فلويد الى السيركيليشن. ايه الاماكن اللي بالعقل كده ينفع يحصل فيها كونتاكت ما بين الامنيوتك فلويد والماتيرنال سيركيليشن؟ هتقول لي ده انا عندي بحيره كبيره جدا من الدم موجوده في اليوترس اسمها بلاسينتا، فاول مكان هيبقى بديهي بلاسينتا. تقول لي ايه اللي جاب البلاسينتا بالامنيوتك فلويد؟ المفروض ان هم سيبوليتد عن بعض. اقول لك صح، لكن
عندي احتمالات كتير. نفترض يا سيدي بلاسنتال تير انجري، ايه ده يحصل ليه؟ دكتور النساء وهو بيولد، ايه ده الكلام ده ممكن يحصل انترا اوبرتيف؟ ايوه ممكن يحصل بري انترا بوست اوبرتيف او بارتم. خبط البلاسنتا حضرتك، عورها، فتح بلاد فيزل، دخل يا سيدي الامنيوتك فلويد، هوب الام ديت دفعت ثمن غلطته ودخلت فيه امنيوتك فلويد امبريز. طب ده مكان، المكان التاني ايه؟ اليوترس نفسه اللي مليان بلاد فيزل هايلي فاسكولار. طب ده يحصل ازاي؟ اليوترس يحصل فيه تروما، يتعور، انجري، رابشر. طب التروما ازاي؟ ما انا لسه قايل لك في السيناريو اللي فات موتور كار اكسيدنت، اي تروما قامت هوب عورت لك اليوترس، فتح بلاد فيزل فيه، دخلت الامنيوتك فلويد وركبت سكه الايه؟ السلامه. ايه المكان التالت؟ السيرفكس. نفس الكلام، سيرفايكال فيزل، انجري، ليجن، ابريجن، ايا كان اللي حصل، ده التلات اماكن المنطقيين اوف كونتاكت بتوين الامنيوتك فلويد اللي مفروض يبقى سيبريتد تماما عن ماتيريال سيركيليشن، لكنه دخل عن طريق التلات احتمالات دول. ده اللوحه الثانيه في الرسمه بتاعتنا. وطبعا حقوق الملكيه محفوظه لهذا الموقع الجميل، في الرسومات دي مش رسمتي خالص. ماذا يحدث بعد ذلك؟ خلاص عرفت المصيبه حصلت ازاي، ايه بقى السيكونس بتاع الكلام ده؟ حاجات كتيره جدا لكن اشهرها كالاتي. الخلايا اللي عدت ديت الامنيوتك ديبرس اند سيلز، اللي هي الحاجات اللي كانت دايبه وعايشه في الفلويد، بدات تمشي، هتعمل لك اوبستراكشن في اماكن ما ينفعش تعمل فيها اوبستراكشن زي البالمونري فيزل، فيحصل بالمونري اوكلوجن باما بنفسها يعني ميكانيكال اوبستراكشن، او وده اللي بيحصل اكتر في الامنيوتك فلويد امبوليزم، يحصل خناقه ما بين الجسم بعد ما يعرف ان في جسم غريب دخل جوانا متمثلا في الاميون سيستم وكل الانفلاماتوري سيلز وبين هذه الاجسام الغريبه عليه، كانك بتلعب لعبه الانتيجين انتي بودي. ايه ده يعني عايز اقول انافلاكسس هيحصل بالظبط. ناس كتيره اتكلمت ان الباثوجينيسيس بتاعنا مش بس اوبستراكشن في البلمونري فيزل، لا ده حصل مش انافلاكسس، حصل انافليكتويد. ليه؟ لان الانافلاكسس يحتاج ان الانتيجين ده او الجسم الغريب ده يكون دخل قبل كده وجسمك اتعرف عليه وكون له انتي بودي، فلما دخل تاني حصلت الخناقه ما بينهم الرياكشن. لكن الانافلاكتويد اويد يعني شبه الانافلاكسس ممكن من اول مره ظهور لهذا الانتيجين او الجسم الغريب اللي هو يتمثل فيه الامنيوتك فلويد يحصل خناقه ما بينهم دي. نتيجه الخناقه دي يحصل احداث كتيره جدا، انفلاماتوري ميديتور بتطلع. عايز اقول لك ان ممكن يكون نتيجه انفلاماتوري ميديتور مش بس ان في ميكانيكال اوبستراكشن في البلمونري فيزل، حصل يا سيدي فازو كونستريكشن اند سبازم، فيزود لك المشكله اكتر واكتر وتدخل بقى في السيكونس بتاع بارمونري امبوليزم، بارمونري هايبرتنشن، رايت فنتريكلر هايبرتوفي فيلير، ليفت فنتريكلر فيلير، سيفير اسكيميا، سيفير هايبوكسيا، ام اي اي ار دي اس، البرين يتاثر، وكمان الاكزايتاتوري كيميكال ترانسميتر ديت او الانفلاماتي ميديتور تروح على سي ان اس تبدا تعمل له اكزايتيشن، العينه دي تدخل في سيزر. سلسله من التفاعلات بدايتها وجود هذا الامنيوتك فلويد في الماتيريال سيركيليشن. هيحصل من التفاعلات الكتير ديت هي كميه كوجوليشن كتير جدا، يعني العينه دي تدخل في كوجلوبسي. قعدوا يفكروا ليه هيحصل كوجلوبسي، لقوا ان الموضوع بكل بساطه ان في تيشو فاكتور طلعت من الفيتس. مش انت اصلا الامنيوتك فلويد ده جزء منه البي بي بتاع الفيتس، معلش يعني، ففي تيشو فاكتور. وبدايه الكوجليشن كانت بتحصل اتنين بصويه لو فاكر الكلام ده، واحد اسمه انترنال واحد اسمه اكسترنال او انترنسك واكسترنسك. لما كان بيجي تيشو فاكتور يلمس الاندوثيليوم كده كان ده بيبدا سلسله من الكوجليشن عشان يكون جلطه في الاخر. طب ما انت عندك التيشو فاكتور بتاع الفيتس مش بيلمس، ده قاعد يضرب في الاندوثيليوم بتاع الماتيرنال بلاد فيزل، هيستيموليت كوجليشن بعنف بعنف بعنف. ودايما بقول لك النهايه المأساويه للسيفير كوجلوبس هي الدي اي سي، فانا اتوقع ان العينه دي هتدخل في دي اي سي، غير قصه ان هي تدخل في اريست انتجري سيفير هايبوكسيا بتاعتها. انا دايما عندي كلمه رائعه لن تنساها ما حييت تفتكر بيها الدي اي سي. دي اي سي بدا بان كوجليشن فاكتور رجبت قطر الشهامه بزياده،
فوصلت لمحطة الندامة ان يحصل لها فول كونسبشن، فما لقناش اي كوجريشن فاكتور، فبدأت تنزف من كل حتة بقى مكون الجلطات في كل حتة. انت متخيل؟ اقولها لك تاني، كوجريشن فاكتور في الدي اي سي ركبت قطر الشهامة بزيادة فوصلت لمحطة الندامة. ادي يا سيدي القصة باختصار بتاع الامنيوتك فلويد امبوليز بعد ما كان الناس بترسم له معلومتين حكيناها بصورة قصة ظريفة لطيفة، وفي صورة رابعة بعد واحد واتنين وتلاتة دول هاخدها لك في الاصطاد الجاية. وبعدين أم الكلام اللي انت سمعته بصورة رسومات هتقول طب هنكتبه ازاي في الامتحان، هعرضه ازاي، هتلاقيني ترجمته من الرسم الى كلام، وده سهل جدا وكتبه لك في الاصطاد رقم 74. تعالى نشوف 74 رجعات ومتابعات مستوى وتدريب على الامتحانات. الرسمة الرابعة عشان تكملت القصة، العينة دي هتدخل في شوك. طبعا الشوك يا سيدي نتيجة البلمونري امبوليزم، الهارت بيدخل في هارت فيلير يعني كارديوجينيك، بقت كارديوجينيك اهيت، واحنا بادين بلمونري امبوليزم يعني اوبستراكتيف شوك يعني الاثنين مع بعض في نفس الباثولوجي. ولما العينة تدخل منك في دي اي سي هتنزف جامد جدا برك دم، هي نازلة من عيانة يعني هايبوفوليميك شوك، يعني عيانة الامنيوتك فلويد امبوليزم عندها ثلاث اسباب كبار يدخلوها في ثلاثة تايبس من الشوك، بدأت بالاوبستراكتيف وبعدين عدت على الكارديوجينيك وانتهت بالهايبوفوليميك. افتكرها اهوت، بدأت بالاوبستراكتيف وبعدين كارديوجينيك وبعدين هايبوفوليميك. بقيت انت واقف على ارضية صلبة جدا، فاهم كل كلمة، بقيت انت تعرف تصيغ الكلمات، بقيت انت تعرف تألف العبارات. لخص بقى الكلام اللي انت قلته ده يا دكتور، لان احنا لو فهمناه خلاص الحالة خلصت في الكلمتين دول، يعني في الكام رسمة بتاع 73 والكام كلمة بتاع 74 خلص الموضوع على كل. الكلام ده لخصه لك في كتابة سهلة رائعة في كام فلفلاية، 1 2 3 4 5 6 7. بدأنا بأول فلفلة معانا، قلت لك القصة بدأت حيث التقى الامنيوتك فلويد بالميتينال سيركيليشن ابنورمالي، وعندي ثلاث احتمالات ما لهمش رابع، لاما اندخلت الميتينال سيركيليشن عن طريق البلاسينتا او عن طريق اليوترس او عن طريق السيرفكس، عندنا حاجه رابعه، يعني المنطق يقول كده حتى لو انت مش فاكر الكوز. يعني انت نفترض ان انت مش فاكر ازاي البلاسينتا فتحت الامنيوتك فلويد، مش لازم تكون عارف كل الاسباب بدقه، بس انت فاهم هو فين اماكن البلد في هذا الاورجن. يوترس نفسه مايوميترا مليان، بلاسينتا برك بلد، سيرفكس تحت مليان هو كمان، فبالتالي هو ده الثلاث اماكن المحتمله والمنطقيه ان يحصل كونتاكت ما بين امنيوتك فلويد وماتينال سيركوليشن. ولو انت غلبت تقول انجري في المكان ده، بلاسينتال انجري، تروماتيك انجري، تروماتيك يوتران انجري، سيرفايكال انجري، بس يا سيدي سهله. وده اللي انا كاتبه لك اهوت، وما احلى نظام واستعمال الالوان، يعني كاتب لك بلاسينتال اهو انجري، سيرفايكال بلود فيزل فتح، يوتراين تروما او رابشر. فبدا يحصل يا سيدي اوكلوجن البلمونري فاسكولار سيستم بتاعنا. الاوكلوجن ده حاجه من الاثنين، يا اما ميكانيكال بالفيزيكال بريزنس اوف السيلز والفلويد، لان ده مش مجرد سائل كبير ماشي جوه الدم هيدوب فيه، ده ابنورمال فيتال ديبريس، ابنورمال سيلز، حتى السائل له فيسكوزيتي مختلفه، فلا طبعا يقفل لك السيركيليشن في اماكن معينه. زائد ان هو بيعمل هيومرال، وكلمه هيومرال دي خدناها في شابتر البلاد في الفيسيولوجي لما قلت لك ان هتطلع ميديتور كتير تنديوس الفازو كونستريكشن في البلمونري، وده اللي انا كاتبه لك وقت ان هيومرال يعني ايه؟ فازو كونستريكشن اقصد في البلمونري فاسكولار، يعني هو ده اللي انا اقصده، انديوز باي ميديتور. اشهرها لو انت عايز تفتكر بورس جلاندن اف 2، الانترلوكينز، الديكوترين، السيروتينين، الهستامين. يا شباب افتكرها ان ده انفلاماتوري رياكشن. رجعوا قالوا وكاتب لك بخط صغير اهوت عشان تفتكر ان ديت مش مهمه قوي، لكن الكلمه المهمه علمت لك عليها، ان مش بس الامبوليك باثوجينيسيس هو اللي بيفسر ظاهره وسندروم بتاع الامنيوتك فلويد امبوليز، لكن قالوا ان ده انا فلكتويد رياكشن. قلت لك ليه انا فلكتويد مش انا فلاكسس، لان انا مش عرض البي الام ديت لمرتين امنيوتك فلويد عشان يحصل فيها الكلام ده. استادس كتير قالت ان في حالات من امنيوتك فلويد امبوليز ما لقوش فيها بالمونر اوكلوجن، لكن التفسير الوحيد اللي عمل سيكونس كتير هو ان كان فيه انفلكتويد رياكشن. طيب كمل معايا بقى،
لما حصل بارمونري اوكلوجن يا سيدي، بارمونري هايبرتنشن رايت كاردياك ديبريشن اند فيلير اب تو فيلير، ندخل بعد كده في ليفت كاردياك ديبريشن اند فيلير، دخلنا في حاله من الجلوبال هايبوكسيا، في كل الاورجان تتاثر منها البرين، وده اللي بيخليه بيدخل في سيزر، لان الهايبوكسيا في الاول بتبقى irritating stimulating، منها الهارت ممكن يدخل في ام اي لو كان سيفير، اللنج ممكن تدخل في اكيوت لنج انجري اللي هي اول مرحله من الاي ار دي اس، او ندخل باب سيفير اي ار دي اس، ويحصل كوجلوبسي، وقلت لك عشان التيشو فاكتور اللي موجوده في الامنيوتك فلويد. السكند ستيج يعني ايه؟ يعني لو العينه دي عدت، لو العينه دي عاشت حضرتك، تخيل هندخل في ماسيف هيمولوج، هتلاقي العينه دي بتخر من كل حته. خير الله ما جعله خير، ده احنا لسه مرجعينك من الريست، ترجع من الريست من هنا تقوم تدخل في ماسيف هيموريج. ايوه ليه؟ لقوا الاتي، اليوترس حصل فيه يوتراين اتوني وحصل دي اي سي، كلاهما سببين يؤدي الى ماسيف هيموريج. فلو انت عاوز تقول لي ماذا يتميز الامنيوتك فلويد امبوليزم، اقول لك ده مثلث فيه 3 ايتم، وانا هنا اقلب لك المثلث عشان خاطر رقم 1 و2 انت لسه واخدهم تحت عنوان ماسيف هيموريج، الا وهو اليوتراين اتوني والدي اي سي. اما الايبكس بتاعتنا لو احنا اعتبرنا ان المثلث معدول، يعني هو المين باثولوجي اكيوت بالمونري امبوليزم، سواء كان ميكانيكال اوبستراكشن او هيومرال اوبستراكشن. تمام، فهمنا كل حاجه وحكيتها لك مرتين مش مره واحده عشان يبقى الموضوع انت شاربه باستمتاع. ندخل في بقيه العناوين اللي هي تبقى بالنسبه لك تحصيل حاصل بعد كل شرح اللي شرحناه، وبعد الموضوع الاساسي اللي بنتكلم فيه اللي هو البيري بارتم كارديك اريست. تلخيص للتكست بوكس كتير اتقدمت له بوصفه سحريه على طبق من ذهب ساعدته ينجز.